لا شك أن إصرار القوى السياسية كافة على مكافحة الهدر والفساد هي خطوة إيجابية ستصب في صالح الحكومة الجديدة، فالإصلاح مرتبط مباشرة بتنفيذ مقررات سادر. ولكن اللافت هو استفاقة حزب الله المفاجئة على ما يسميه محاربة الفساد، بعدما كانت أولوياته تقتصر على كل ما هو خارج الحدود اللبنانية. اللي بده يواجه الهدر والفساد أول شيء لازم يبلش من عنده، وأنا أقول لكم هذا الإطار أنا سأتابعه شخصياً. الحرب على الفساد التي أطلقها أمين عام الحزب قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة تابعها بإعاز منه نائب حزب الله حسن فضل الله، الذي أفرد مساحة واسعة من مداخلاته للحديث عن هذا الملف خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري. وبعد يوم واحد على منح الثقة لحكومته إلى العمل، أطل نصر الله مجدداً واستفاض بالحديث عن الفساد. 11 مليار دولار يا ناس من أموال الشعب اللبناني، كيف انصرفوا؟ وين راحوا؟ مين صرفوا؟ تفضل يا مجلس النواب، تفضل يا قضاء، حط إيدك على الملف، هذا حنتابعه للآخر. وهكذا بات واضحا من المقصود بحرب حزب الله المفترضة على الهدر المالي. فما هي خلفيات هذه الحملة وأبعادها وأسبابها المبيتة، ولما في هذا التوقيت تحديدا؟ الأثبي وراها هي محاولة الإساءة للرئيس فؤاد السنيورة، يعني الظاهر في طار عليه بعده موجود من زمان، يعني نتيجة المواقف الصلبة اللي أخذها. ولكن إذا في قوى سياسية كبيرة أو وسط بدها تدخل على معركة الفساد، لازم تفوت على الموضوع من بابه الشرعي، بمعنى على الفساد الحقيقي، مش انه يصير في تبني لأساطير مفبركة ما إلى أساس من الصحة، مثل قصة 11 مليار دولار. ال 11 مليار قالوا لنا انه هول اختفوا، كان في 11 مليار دولار اختفوا بعهد حكومات الرئيس فؤاد السنيورة. الحقيقة بينت بعدين على أنه مش أنه اختفوا، هولي نفقات انصرفت على الدولة، إنما بما يفيض عن الحدود المسموح فيها بالقاعدة الاثني عشرية. القاعدة الاثني عشرية يعني لما ما بيكون في موازنة بتقسم اعتمادات السنة السابقة إلى آخره على 12. هيدي المبالغ زيادة، بس هاي مبالغ انصرفت على الدولة وعلى حاجاتها، انصرفت على فوائد الدين العام، وانصرفت على الكهرباء يعني الفيول، انصرفت على قانون زيادة رواتب طلع كمان يعني بهداك الوقت. فإذا هي الأموال معروفة وين، لما عم يوهمونا مثل من زمان يعني مبلشين بأنه ما بنعرف وين راحوا، يعني عم يعملوا عند الرأي العام وهم كتير كبير وأسطورة كتير كبيرة. ما تسخروا هالمسألة هاي بخدمة غايات سياسية. حكومة الرئيس السنيورة الحكومتين كانوا عم يبعثوا على مجلس النواب مشروع الموازنة، ثابروا وكأنه الأمور ماشية مثل ما لازم، يعني لل 2009 بعتقد بعثوا مشاريع، بس كان الفريق الآخر مسكر مجلس النواب. إزاء هذه الحملة تحدثت كتلة المستقبل عن سياسات عشوائية لا وظيفة لها سوى تصفية بعض الحسابات الضيقة للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد. أما الجواب اليقين على كل الافتراءات فهو في عهدة الرئيس فؤاد السنيورة، الذي يبدو أنه المعني الأول بهذه الحملة المبرمجة، والذي سيفند يوم الجمعة الحقائق والتفاصيل والملابسات بالأرقام، رداً على ما وضعه في خانة التضليل الذي يعتمده مدعي محاربة الفساد ليتهم الآخرين بما تفنن هو في ارتكابه.